اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أخوان، اليوم ما شاء الله الجو روعة وجميل جدا جدا، وحبينا تشاركونا فرحتنا بهالجو. هذا المنزل حقنا بالمزرعة حق الضيافة، وحق شوف ما شاء الله نخيل البرحي ولا أربع ما شاء الله. وهذا هنا عندنا طبعا مسطح، اختار نروح لا شغلنا اللي هو المعتمد عليه اللي هو التين، وحبينا نشارككم بعض الحاجات. شوفوا اللي قلمناه بدري في نهاية شهر 10 وبداية 11، شوف اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذا التين السوري من أروع الأصناف، شوف ما شاء الله ما في غصن ما في إثمار أبدا. شوف هذا ايش قدها، شوف صغير، شوف شوف كيف ما شاء الله، صراحة تبارك الله. شوف اللهم زد وبارك يا رب يا كريم، شوف ايش قد الاثمار ما شاء الله. هذا اللي قلمناهم شهر 10 نهاية، يعني نهاية 10 حق نقول. شوف كيف ما شاء الله، اللهم صل على محمد. شوف كيف يا الله ما شاء الله، ممتاز جدا جدا. طبعا الايام اللي فاتت كانت ايام تعيبة بالحرارة، شوف هذا بعضها تصاب بالعناق. شوف كيف ما شاء الله، صراحة ممتاز جدا جدا. شوف ايش قد الاثمار ما شاء الله. هذا تين براون تركي، شوف كيف ما شاء الله جدا جميل. شوف خير وبركة من الاثمار مليان حد. شوف يا هذا اللي نقول احنا التقليم ما له وقت محدد، بالفعل من بداية شهر 10 حتى نهاية شهر 2 هذا الشهور. اذا كان عندك كميات كثيرة ولا تحتاج الى العقل، شوف كيف ما شاء الله. شوف هذه شقد صغيرة الا انها مليانة اثمار. شوف جميع الأغصان مليانة ثمار. طبعا هذا اللي خللناه شوية، شوف كيف ما شاء الله. طبعا هناك نفس الشيء، شوف هذا البابايا مع والليمون ما شاء الله. هذا الليمون الأضاليا ما شاء الله، الله يطرح البركة يا رب يا كريم. قد شوف هنا ايش قد الاثمار جديد ما شاء الله. احنا على السريع لا يصير الفيديو طويل جدا، اثمار جديد اثمار قديم، وهنا وسط متوسط ما شاء الله صراحة. شوف نرجع للتين هنا ما شاء الله، شقد مليان ثمار. شوف الأغصان المتخللة تمشي من أحسن ما يكون. هذا التين اللي هو الهندي، بس أنا لا أحب صراحة، شقد مليان ثمار إلا أنه ما أرتاح له سبحان الله. شوف هذا بالزهير الليمون بالزهير، شوف الثمار حقه الزهر جديد الآن جاي ما شاء الله. شوف كيف هنا هذا الجواف، شوف الليمون اللي ترتب من اول والرش وترتب. الايام اللي فاتت كنا ننظف ونعدل، قلمناه رشيناه عن العناكب وصناعة الانفاق، شوف جايب اوراق جديدة ما شاء الله، خير وبركة. شوف شوف ما شاء الله سبحان الله، التين هذا شقد اثمار له ما شاء الله. شوف هذا اللي خللناهم في الاول، شوف كيف ما شاء الله شقد اثمار.
أفضل ما يكون. نسأل الله لنا ولكم البركة يا رب يا كريم، يرزقنا من واسع فضله يا رب جميعا يا رب يا كريم. حياكم الله، حياكم فمال الكريم.